بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 170. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. لما أفاض المؤلف رحمه الله في ذكر أحوال الدعاء الممنوع وإن كان يجاب للداعين رحمة من الله أو استدراجا، قال هنا: وجماع الأمر أن الشرك نوعان، شرك في ربوبيته بأن يجعل لغيره معه تدبيرا ما، كما قال سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. فبين سبحانه أنهم لا يملكون ذرة استقلالا ولا يشركونه في شيء من ذلك ولا يعينونه على ملكه، ومن لم يكن مالكا ولا شريكا ولا عونا فقد انقطعت علاقته. وشرك في الألوهية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الشرك هو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، كالذبح والنذر والدعاء والاستغاثة والاستعانة وغير ذلك. هذه أنواع الشرك، هذه أنواع الشرك التي وهي شرك أكبر، وهناك شرك أصغر، هناك شرك أصغر وهو يكون في الألفاظ ويكون في القلوب، وهو الشرك الخفي. فالشرك الأكبر، فالشرك في الألفاظ كقول لولا الله وأنت، ما لي إلا الله وأنت، مثل الحلف بغير الله، هذا شرك أكبر في الألفاظ. وهناك شرك أصغر في القلوب وهو الشرك الخفي، وهو الرياء والسمعة والخوف من غير الله سبحانه وتعالى، فهذا شرك خفي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. الشرك الأكبر ينقسم إلى قسمين: شرك في الربوبية بأن يعتقد أن أحدا يدبر الأمر مع الله، يخلق ويرزق مع الله، وهذا لا يكاد يكان يوجد في العالم، لأن جمهور العالم كلهم يعترفون بربوبية الله وأنه هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، لا ينكر هذا أحد إلا إن كان من باب المكابرة والإنكار في الظاهر، وإلا فكل العالم مقرون بأن الخلق لله عز وجل، لا يقدر عليه إلا هو. جمهورهم على أنهم يعترفون بهذا ظاهرا وباطنا، وبعض المستكبرين يعترف به باطنا ولا يعترف به ظاهرا كفرعون والنمرود وغير ذلك. هذا شرك في الربوبية، ومنه قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فنفى سبحانه الشرك وأبطله من هذه الوجوه: أولا أن الذين يدعونهم من دون الله لا يملكون شيئا استقلالا من هذا الكون، ثانيا أنهم لا يشاركون الله في شيء منه ولا مشاركة، ثالثا أنهم لا يكونون أعوانا لله ووزراء كما عند ملوك الدنيا وما له منهم من ظهير، رابعا ما بقي إلا الشفاعة، الشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى لا تكون إلا بعد إذنه ورضاه عن المشفوع
فيه. إذن انسدت أبواب الشرك كلها وبطل الشرك في الربوبية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وشرك في الألوهية بأن يدعى غيره دعاء عبادة أو دعاء مسألة. نعم. وأما النوع الثاني من الشرك الأكبر فهو الشرك في الألوهية، وهذا حاصل بكثرة في العالم، وهذا هو الذي بعث الله الرسل وأنزل الكتب لإنكاره والأمر بتركه. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لا إله إلا الله. وقال سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فهذا حصل الشرك فيه عند كثير من أهل الأرض قديما وحديثا، وجاءت الرسل بإنكاره وجهاد أهله حتى يكون الدين كله لله، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذا هو الذي وقعت الخصومة فيه بين الأنبياء وبين المشركين، وبين الدعاة إلى الله وبين المشركين قديما وحديثا، وهو الذي ينكره المؤلف في هذا الكتاب من أوله إلى آخره. وإنما ذكر النوع الأول من باب الاستطراد، وإلا فالكتاب كله يدور على إنكار الشرك في الألوهية وعبادة غير الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: شرك في الألوهية بأن يدعى غيره دعاء عبادة أو دعاء مسألة. دعاء عبادة أو دعاء مسألة. الدعاء على قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة هو تعظيم الله جل وعلا والثناء عليه وتمجيده سبحانه وتعالى، ودعاء المسألة هو دعاء الطلب من الله سبحانه، لأن تسأل من الله حاجتك. وهذا ما تضمنته سورة الفاتحة التي هي أم القرآن، فإن أولها في توحيد العبادة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هذا كله ثناء على الله جل وعلا، هو توحيد عبادة. إياك نعبد وإياك نستعين إلى آخر السورة، هذا دعاء مسألة. إياك نعبد هذا وإياك نستعين هذا أيضا دعاء عبادة، لكن هو منقسم إلى قسمين: عبادة لله بالثناء عليه والإقرار له باستحقاق العبادة، وإياك نستعين هذا في حق العبد. ولهذا قال تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. فإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. فإذا قال: مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين إلى آخر السورة، قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. هذا دعاء العبادة ودعاء المسألة تضمنتهما هذه السورة. نعم. قال حفظ رحمه الله: بأن يدعى غيره دعاء عبادة أو دعاء مسألة، كما قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. فكما أن إثبات المخلوقات أسبابا لا يقدح في توحيد الربوبية، ولا يمنع أن يكون الله خالق كل شيء، ولا يجب أن يدعى المخلوق دعاء عبادة أو دعاء استغاثة، كذلك إثبات بعض الأفعال المحرمة من شرك أو غيره. فكما أن إثبات المخلوقات أسبابا لا يقدح في توحيد الربوبية. نعم. الله جل وعلا قد جعل بعض المخلوقات أسبابا يجري بسببها ما يحصل في هذا الكون، وليس هذا شركا في الربوبية، وإنما هي أسباب، ومسبب الأسباب هو الله سبحانه وتعالى. نعم. ولا يمنع أن يكون الله خالق كل شيء، ولا يمنع إذا كان الشيء سببا في حصول المطلوب، فلا يمنع أن يكون الله خالق كل شيء، وأن هذا السبب لا يخلق، وإنما هو مخلوق، السبب نفسه مخلوق. نعم. ولا يوجب أن يدعى المخلوق دعاء عبادة ودعاء استغاثة، إذا كان سببا لا يدعى لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة، وإنما يدعى الله سبحانه وتعالى الذي خلق هذا المخلوق وجعله سببا في حصول المطلوب. نعم. كذلك إثبات بعض الأفعال المحرمة من شرك أو غيره، إثباتها أسبابا لا يقدح في توحيد الألوهية، ولا يمنع أن يكون الله هو الذي يستحق الدين الخالص. نعم. وكذلك إثبات بعض الأفعال المحرمة من شرك أو غيره، بعض الأفعال المحرمة لا يقتضي
لا يقدح في توحيد الألوهية، لا يقتضي القدح في توحيد الألوهية. الألوهية فإن هذه باطلة كلها، وتوحيد الربوبية حق، فالشرك كله باطل، وإفراد الله بالعبادة هو الحق سبحانه، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. نعم. ولا يوجب أن تستعمل الكلمات والأفعال التي فيها شرك إذا كان الله يسخط ذلك ويعاقب العبد عليه، وإن كانت أسبابا للشر، فإن كونها أسبابا لا يوجب أن تدعى من دون الله، وأن يخاف منها، وأن يخشى منها، بل تعلق الخشية والقلوب بالله. فلا تخشوهم واخشون إن كنتم مؤمنين، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، مع أنها أسباب ضارة، مع أنها أسباب ضارة. فالمشركون يضرون المسلمين وبأيديهم أسلحة وبأيديهم، الله جل وعلا قال فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فإذا خافوا الله فإن الله يخيف أعداءهم، وإذا خافوا من المخلوقات فإن الله يخلي بينهم وبينهم فيسلطهم عليهم. نعم. وتكون مضرة ذلك على العبد أكثر من منفعته. نعم. إذ قد جعل الخير كله في أن لا نعبد إلا إياه ولا نستعين إلا إياه. الخير كله محصورا في عبادة الله وحده لا شريك له، وأما الشرك فإن حصل فيه نفع جزئي فإن ضرره وشره وخطره أكثر وأكثر. نعم. وعامة آيات القرآن تثبت هذا الأصل. نعم. حتى إنه سبحانه قطع أثر الشفاعة بدون إذنه، كقوله سبحانه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. نعم. جميع ما في القرآن فإنه ينهى عن الأسباب المحرمة والشركية، ينهى عن ذلك نهيا متكررا، ويأمر بالأسباب المشروعة والأسباب المباحة، كل ذلك لأجل إخلاص العبادة لله عز وجل والبعد عن الشرك والأسباب المحرمة. نعم. وكقوله سبحانه وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. نعم. وكقوله تعالى وأنذر به، أي بالقرآن، الذين يخافون أن يحشروا، يخافون الحشر ويؤمنون بالبعث، ليس لهم من دونه أي غيره من ولي ولا شفيع، من ولي يتولى أمورهم، فإن الولاية لله سبحانه وتعالى، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. فالولاية العامة هذه عامة للمؤمن والكافر، الله ولي الجميع، أما الولاية الخاصة فإنما تكون للمؤمنين، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، هذه ولاية خاصة، فليس لهم من دونه ولي، فإن مرجعهم إلى الله سبحانه وهو مولاهم الحق، وأما غير الله فهو قد يكون مولا باطلا يتولونه وهو باطل. نعم. وضل عنهم ما كانوا يفترون. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. نعم. وقوله تعالى قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا. قل أندعو، هذا من باب الإنكار، أندعو من دون الله ما لا يضرنا ولا ينفعنا، فهذا من باب الإنكار، فالذي لا يضر ولا ينفع بذاته، يعني لا يضر وينفع بذاته، أما أنه قد يضر بتقدير الله سبحانه وتعالى ومعاقبته فهذا واقع، لا يضر ولا ينفع. أنا قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على عقابنا بعد إذ هدانا الله، هذا إنكار من الله سبحانه وتعالى أن يدعى غيره، وأن يدعى من لا ينفع ولا يضر بذاته، وإنما قد ينفع ويضر من جهة الله جل وعلا. نعم. السلام عليكم. وكقوله سبحانه ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء
لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. قال الله سبحانه وتعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. هذا عند موتهم، فإن الملائكة ملائكة العذاب تحضرهم وتبسط أيديها بضربهم والعياذ بالله. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، فتضربهم الملائكة عند الموت والعياذ بالله وتنزع أرواحهم نزعا شديدا. ثم قال تعالى: ولقد جئتمونا فرادى، رجعتم إلينا فرادى، ليس معكم مال وليس معكم قبيلة وليس معكم أقارب وليس معكم جنود وليس معكم أعوان، وإنما تلقى الله فردا، ليس معك إلا عملك الذي عملته في الدنيا. جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، فأنت أول ما خلقت ليس معك شيء، ثم بعد ذلك كبرت وملكت وتسلطت، ثم يسلب هذا منك عند الموت فتعود صفرا، تعود إلى الله ليس معك شيء، كما خلقناكم أول مرة، يعني يرجع الخلق كما كان، كما قال سبحانه: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانه، فيرده الله كما كان، وإن تبعثر وضاع في الأرض وصار ترابا فإن الله يعيد خلقه كما كان في الأول، ويأتي لا ينقص منه شيء، حتى القلفة التي قطعت في الختان ترجع، فيأتون غير مختو، يأتون يوم القيامة غرلا، الغرل هما القلف الذي لم تقطع الجلدة التي فوق الذكر تعود كما كانت، فيخرجون من قبورهم كذلك غرلا غير مختونين، فيعودون إلى الله على خلقتهم التي خلقهم الله عليها وجمعهم سبحانه وتعالى وركبهم وعادهم كما كانوا. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم، أي أعطيناكم وراء ظهوركم، أعطاهم الله المال والقصور وأعطاهم البساتين وأعطاهم الأبهة والجنود وأعطاهم الثروة، هذه كلها لا تصحبهم إلى الآخرة. تركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، فيتخلون عنهم يوم القيامة، يتخلى المعبود عمن عبده إلا الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء الذين عبدوا غير الله في هذه الدنيا يتخلون عنهم في أحرج المواقف وأشد الشدائد، فيواجهون الله سبحانه وتعالى ولا أحد ينصرهم. وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء مع الله جل وعلا، ثم قال: لقد تقطع بينكم، فرق بينهم، ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم، وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، تبرأوا منهم، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. قال تعالى: ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، وكانوا بعبادتهم كافرين، يعني يقولون ما عبدتمونا ولا أمرناكم بذلك، فحصل بذلك أنه تقطع ما بينهم من الصلات. قال تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. نعم. قال رحمه الله: سورة الأنعام سورة عظيمة مشتملة على أصول الإيمان. نعم، سورة الأنعام سورة عظيمة مشتملة على أصول الإيمان وأصول العقيدة من أولها إلى آخرها، ومن ذلك التحليل والتحريم، أنه حق لله سبحانه وتعالى
ومن ذلك بطلان إبطال الشرك وإفراد الله جل وعلا بالعبادة، كلها براهين قاطعة في التوحيد والنهي عن الشرك. نعم. وكذلك قوله تعالى: ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، أي على وارتفع على العرش، والعرش هو أعظم المخلوقات، وكان مخلوقا قبل السماوات والأرض، ومخلوقا قبل القلم على الصحيح وبخمسين ألف سنة. فالعرش هو أول المخلوقات، ثم خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش استواء يليق بجلاله سبحانه، لا لأنه محتاج إلى العرش، ولكن العرش هو المحتاج إلى الله في إمساكه ورفعه وخلقه، فهو مخلوق جملة المخلوقات. ثم استوى على العرش، الشاهد في قوله: ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، لا أحد يتولى أمركم يوم القيامة إلا الله سبحانه وتعالى. ما لكم من دونه، أي غير الله، من ولي، فالله هو الولي لجميع الخلق، ولا شفيع، لا أحد يملككم ولا أحد يشفع لكم. نعم. وقوله سبحانه: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نعم. ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من والذين دونه تدعون والذين تدعون ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، تولوهم في الدنيا وطلبوا منهم قضاء حوائجهم واستغاثوا بهم واستنصروا بهم، هذا في الدنيا، اتخذوا من دونه أولياء، ما يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعترفون أنهم لا يملكون من الأمر شيء وليس لهم في الربوبية حق، وإنما يدعونهم لأجل شيء واحد، وهو أن يكونوا واسطة بينهم وبين الله، يقربونهم إلى الله زلفى. الله جل وعلا لم يشرع لهم ذلك ولم يأمرهم باتخاذ أولياء ليقربوهم، إنما يقرب إلى الله العمل الصالح وهو الوسيلة إليه سبحانه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي العبادة والطاعة، سميت وسيلة لأنها تقرب إلى الله، من التوسل والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. وقوله تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا، تقدم الكلام على هذه الآية. نعم. وسورة الزمر أصل عظيم في هذا، سورة الزمر سورة عظيمة، أصل عظيم في توحيد الله سبحانه وتعالى وتقرير انفراده بالخلق والأمر وانفراده ووجوب إفراده بالعبادة، فهي سورة عظيمة من أولها إلى آخرها، وهي تقرر التوحيد وتنهى عن الشرك وترد على شبهات المشركين، ومن هذه الآية ومنها هذه الآية: أم اتخذوا من دون الله شفعاء ولو كانوا لا يملكون شيئا، لا يملكون شيئا، فكيف يتخذ الشفيع وهو لا يملك شيئا. نعم. ومن هذا قوله سبحانه: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين، يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. من الناس، أي بعض الناس، من يعبد الله على حرف، أي على طرف، أي على طرف من الدين، غير متمكن وغير ثابت القدمين في الدين، فإن أصابه خير اطمأن به، أي بهذا الخير، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه وترك دينه. قال الله جل وعلا: خسر الدنيا والآخرة، فلا دينه بقي ولا حصل ما أراد، ذلك هو الخسران المبين. السبب في هذا: يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. نعم. وكذلك قوله تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا
وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. كل هذه الآيات في إبطال الشرك ساقها الشيخ رحمه الله لإبطال الشرك ودعاء غير الله، وأنها أسباب محرمة وأسباب مقطوعة لا توصل إلى المطلوب. فضرب مثلا الله جل وعلا، ضرب الأمثال في القرآن، ومن الأمثال التي ضربها سبحانه الأمثال على بطلان الشرك. فمن ذلك أنه سبحانه أنه ضرب مثلا المعبودات التي من دون الله أنها مثل بيت العنكبوت، فالذي يعبد غير الله كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، بيتا ضعيفا لا يظلل من الشمس ولا يمنع المطر ولا يمنع البرد ولا الحر، اتخذت بيتا. وإن أوهن أي أضعف البيوت لبيت العنكبوت، فأضعف المعبودات وشرها المعبودات من دون الله عز وجل، هي كبيت العنكبوت لا تنفع صاحبها. فبيت العنكبوت لا ينفع من الحر ولا ينفع من البرد ولا ينفع من المطر ولا يكن من العدو ولا يستر ما وراءه. وكذلك المعبودات من دون الله بهذه المثابة، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. نعم، أحسن الله إليكم. الآن بعض المتأخرين المتحدثين في إعجاز العلم في القرآن يقول أن في هذه الآية إشارة إلى قوة بيت العنكبوت، وأنه لو اجتمع السلوك العنكبوت الحريرية هذه كانت أقوى من الفولاذ. هذا يعجب به من يعجب به، من يقول أن هذا من إعجاز العلم في القرآن، هذا من التخرص من القول على الله بغير علم. الله جل وعلا قال وإن أوهن البيوت، يعني ظاهر الآية أنه بيت واهي جدا، أضعف البيوت بيت العنكبوت، هم يقولون قوي جدا ويقولون أقوى، هذه مضادة لكلام الله سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم. بهذا ننتهي في هذه الحلقة مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان في شرح اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم أيها المستمعون حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية أخي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.